طيب احنا دايما بيكون معانا ضيوف مميزين. من الضيوف المميزين النهارده طبعا كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي وحارس النادي الاهلي السابق، ويعني بيبقى مميز كمان في حضوره لان هو بيبقى حريص دائما على انه يجيب لنا الورق اللي هو طبعا بيبقى محضره وغيره، بس عليه صورنا انا وكريم. الصوره دي انا فاكره كانت رمضان مش اللي فات اللي قبله، كان حتى كريم عمل لها شير قال لك الشغل تحت ضغط. ايوه صح. هو في اكتر من كده ضغط يا كابتن؟ ينفع ده كابتن لهوالي كانت نفسها تطلع طياره فقالت لك خلص على كل ربنا سترها عليا. خلي بالك اليوم ايوه صح نور الدنيا. حضرتك انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك ومع كابتن هواند، وببقى دايما سعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ودايما بكون سعيد ان انا موجود معاكم. الله يخليك. احنا والله يعني بتبقى حلقه دايما مميزه ودايما بتعمل ترندات كويسه. اه وبحضور حضرتك وتحضيرك يعني طبعا. بتبقى كل حاجه محضرها بلغه الارقام زي ما بيتقال. يمكن ده اللي هنبدا بيه بقى ونتكلم عن، عايز تبدا الاهلي والزمالك ولا نتكلم عن المقاولين امبارح؟ والله احنا الاثنين كسبنا اربعه، فاللي يعجبكم في الاثنين نبدا بيه. اقول لك نبتدي بايه وبعد كده نرجع للاثنين مع بعض بعد كده. أي. نبتدي بحاجه لازم يعني نقف عندها ونتاملها، فكره ان الاهلي مع كولر سجل 72 هدف ولم يسكن شباكه سوى 12 هدف لو انا مش غلطان. الرقمين دول يقولوا لنا ايه عن خطي الدفاع والهجوم في النادي الاهلي؟ لا هي في احصائيات، في احصائيات دايما لغه الارقام هي دايما نمبر 1. انا دايما اهم حاجه عندي لغه الارقام، لان انت دايما لغه الارقام ما بتكذبش يعني. طب. فاحنا لما نيجي نقول النهارده ارقام كولر مع النادي الاهلي 22 كلين شيت في 31 مباراة، فوز في 25 مباراة، تعادل في 6 بدون أي هزيمة، ودي مش سهلة إن فرقة تاخد بطولة بدون ولا هزيمة. طبعا. 22 هدف للأهلي، 81 نقطة. الأهلي لسه فاضل له 3 ماتشات، لكن الأرقام بتاعته الأهلي حصل على 148 بطولة. مش سهل إن نادي يحصل على 148 بطولة. متفرقين 43 دوري، 37 كاس، 11 دوري ابطال افريقيا، 13 سوبر، 8 سوبر. انا مش عايزه نكمل عشان الحسد والله، اصل الليسته طويله قوي. 148 بطوله يعني بجد حاجه مشرفه طبعا. لما تيجي حضرتك تتكلم بالارقام كده يعني طبعا موضوع صعب جدا وموضوع مش سهل. قصص أيوة. نجاح لاجيال مختلفه على مدار الزمن. طبعا انت يعني بتتكلم تاريخ نادي كبير، النادي العريق في افريقيا كلها، اعظم نادي في الكوره. صحيح. بص احنا نقفل الحلقه بقى خلاص، هنقول ايه تاني؟ هيتقال ايه تاني؟ هنعيد حاجه، في حاجه اضافه؟ ايه بعد اللي حضرتك قلته؟ صحيح. حتى جماهير النادي الاهلي حضرتك يا كابتن كريم جماهير عظيمه. انا امبارح يعني الكلام جاب بعضه يعني، قابلتني بنت صغيره اسمها منة طلعه طله. منة طلعه يعني ربنا يشفيها، بطله يعني ربنا يشفيها يا رب، عندها كانسر. فبتقول لي يوم ماتش نهائي افريقيا كان عندها جلسه كيماوي، فبتقول لي يا كابتن انا قعدت ادعي ان ربنا يشفيني والاهلي ياخد البطوله. يا رب يشفيها. شوف في نفس التايم انت بتتكلم حاجه، شوف بتفكر في الاهلي. بنت صغيره يعني مش حد كبير، قابلتني امبارح وكان معاها باباها، فنتمنى لها الشفاء. انا قصدي اقول لحضرتك ايه، ان النادي الاهلي عظيم بجمهوره، يعني بلعبته باجهزته بكل. بس اقول لك على حاجه يا كابتن مصطفى دلوقتي، يعني انا جت في بالي احنا ممكن نستضيف منا لو هي جسمانيا وتقدر ان هي تجيلنا، ودي تبقى فقره نعملها اصلا كل فتره لمحبي النادي الاهلي. طبعاً. يعني يبقى معانا ضيف من عشاق النادي الاهلي كل فتره، هو اللي يجي يتكلم عن حبه وعن تشجيعه والكلام ده كله. فيا ريت يا منا تيجي تنورينا. والله اكيد انا والله اتبسطت منها امبارح جدا، وقلت لها انا عاجب لك تيشيرت النادي الاهلي و ان شاء الله بودي لها شكرا. ربنا يمن عليها بالشفاء، هو الشافي المعافي ويفرح اهلها بيها. امين يا رب العالمين. انا بكلم حضرتك حتى احنا عندنا في بيوتنا يعني، حتى ماتش الاهلي والزمالك كل شويه اولادي، انا عندي 4 بنات ياسمين وانجي. احنا عارفين وحبيبه وهنا، كل ما الاهلي يجيب جول يقول العزومه العزومه العزومه. طبعا طبعا. فكل ما الاهلي يجيب جول يروحوا داخلين العزومه العزومه العزومه. يعني كان حتى كل الماتشات يعني هتلاقي البيوت فرحانه والناس في الشارع فرحانه. فالنادي الاهلي بيفرح ناس كتيره جدا، والنادي الاهلي كبير بنجومه بتاريخه زي ما الكابتن نهوان ده قال. فكره الثلاثيات اللي استمرت معانا الفتره وبعدها الموضوع اتصعد واتطور، وبقينا بنتكلم في رباعيات. ايوه صحيح. حتى الفرقه
تحس ان مفيش اساسي واحتياطي. يعني امبارح لما نيجي نتكلم على ماتش المقاولين هو لعب بالنص الهجومي كله الاساسيين وبدا يغير في نص الملعب. كوكا تحس ان مروان عطيه بيلعب، تحسش ان في تغيير في الفرقه. كريستو نفس الحكايه. الراجل دوت مدرب كبير جدا يليق بالنادي الاهلي. طبعا المدرب الكبير اللي هو يعمل سياسه تدوير بشكل اللي هو عامله مستر كول، لانه هو عامل سياسه تدوير بشكل محترم جدا. ما تحسش ان في حد ما لعبش ماتش قالوا زمالك البقاء لا طبعا وليد مروان عطيه لعب، ما تحسش ان في اختلاف في الفرقه. امبارح نص الفرقه نص الملعب معظمه مش هو، معظم الخط الظهري برضك ناس متغيره فيه. لما تيجي تشوف الفرقه تلاقي ما تحسش ان في حاجه متغيره، لان في سيستم لعب، في شكل للفرقه بشكل كويس جدا. الروتيشن هو بيجيد التعامل بيه الحقيقي ممتاز. من احسن المدربين اللي انا شفتها بتعمله، ومن احسن المدربين اللي انا شفتها مسيطره على اوضه اللبس بشكل كويس جدا. قبل ماتش الزمالك جمع اللعيبه في الملعب وادالهم اجازه يومين. مش يعني في مدربين يقول لك نطلع نعمل دلوقتي ريكفري ونتمرن بكره الصبح. لا، هو شال الضغوط من على اللعيبه بشكل كبير جدا، خلى في تنافس بشكل كبير جدا بين الفرقه. اللعيبه نفسها بقى التنافس بتاعها امبارح تشوف اللقطه، انا طبعا حضرت المقدمه بتاعتكم، اللقطه بتاعت كهربا لما بيدي لزميله الكوره عشان يلعب ضربه الجزاء مش سهله ان تلاقيه كده، كل واحد عاوز يجي لو كان ماسك كوره ومن اول لحظه، يعني من هو بيمسك الكوره بيكلم كولر مين بيعمله بيه مين. أيوة. انا ولا مين. ايوه، لانه طبعا المدرب بيبقى محدد مين رقم واحد. هو الروتيشن بيكون كل واحد عليه دور يعني. ايوه، لا هو بيبقى متحدد، مثلا لو ياسر في الملعب يبقى ياسر، مثلا ولو علي معلول مش موجود. ايوه، مين رقم اثنين بيبقى متحدد. لكن قصدي اقول لحضرتك ده حب وتعاون. طاهر محمد طاهر بقى دلوقتي بيعمل لنا ترندات في كل جون، تحس ان في تركه جديده بيعملها لنا. فقصدي اقول لحضرتك ان حاله الحب ديت والاوضه اللبس المقفول عليها بشكل كويس جدا دي هي اللي عامله للفرقه الشكل الجميل دوت. حلو قوي. بص بقى هنروح ونرجع لملفات مختلفه، بس وجود حضرتك معانا اكيد لازم نتكلم عن حراسه المرمى في النادي الاهلي، لان احنا شفنا تالق لاعب مع لاعب مع لاعب مع لاعب، بدايه بالشناوي نهايه بحمزه علاء. أيوة. ف ايه سر حقيقي، لان ده سؤال ناس كتير مش لاقيه اجابه ليه يعني، بس ايه سر تالق حراس النادي الاهلي على مدار الزمن كله؟ اسماء كتير وكبيره كانت موجوده في النادي الاهلي وقدمت شيء رائع، ومفيش حارس مرمى جه للنادي الاهلي واتنسى، بالعكس يعني عمل او حفر تاريخ معاه. فخلينا نبدا بالنقطه دي. والله سؤال في محله، يعني لان النادي الاهلي دايما لما تيجي تشوفي عبر تاريخه هتلاقي كل الحراس على مستوى عالي جدا، كابتن ثابت، كابتن اكرامي، كابتن احمد شوبير، الحضري، اسامي كتير جدا عشان ما ننساش حد. يعني بنتكلم ليه الاسامي دي متالقه دايما؟ لان اللي يعني بيبقوا بادئين من قطاع الناشئين، لما تخش حضرتك قطاع الناشئين او تخش النادي الاهلي بيتحول عندك حاجه غريبه كده في الوجدان، بتلاقي نفسك بقيتي انسانه مختلفه شويه، تحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا، بتهتمي بشكل كبير جدا. فتلاقي العناصر دي كلها. وبعدين في النادي الاهلي في ميزه كويسه جدا، كل واحد بيشتغل في الحته بتاعته، مفيش حد بيتدخل في شغل حد، ودي ميزه بتخلي دايما في تفوق في كل شيء. يعني حضرتك دلوقتي لما يجي في البرنامج حضرتك بتتكلمي وبتحضري شغلك، والكابتن كريم نفس الحكايه، فبتتفوقي في الحته بتاعتك. فنرجع تاني لحراسه المرمى، الاستمراريه والشغل اللي معمول مع الحراسه بيخلي دايما الاجيال متصله بشكل كبير جدا. وحراسه المرمى دايما لازم يبقى فيه ثبات في التشكيل، فعلى مدار التاريخ الثبات التشكيل بيخلي دايما الحارس يتفوق. طب ده ثبات التشكيل. تعال بقى نتكلم شويه عن الثبات الانفعالي المطلوب من اي حارس مرمى بيحرس عرين النادي الاهلي، لان دي مسؤوليه فظيعه مش اي حد يقدر يجيد التعامل معها، حتى لو هو يعني مالك ادواته كحارس مرمى. لكن صحيح. بكلمك ده فكره الضغط، فكره الجماهير، ده شيء مخيف. ايوه طبعا. بالنسبه للكلام دوت احنا لما نيجي نقول الثبات الانفعالي بيجي من حاجه اسمها الاليه في الاداء. الاليه في الاداء يعني التكرار، زي ما قلت لحضرتك قبل كده وانت بتسوق عربيتك ما بتقولش انا هدوس فرامل، هي رجليك لوحدها تيجي في الحته اللي انت هتقف فيها بتقف، تيجي اشاره تقف، ما انت بتقولش لنفسك انت دوس هنا فرامل. ليه جت لي الموضوع ده؟ من التكرار حصل عمليه الاليه في الاداء، لان في مخزون في المخ، المخزون في المخ بيجي في الحته ديت
ويجي يقول انا هنا اقف خلاص الاليه بتدوس فورمن وانا قاعد بتكلم مع واحد جنبي قاعد. فالاليه في الاداء دي بتيجي منين؟ من الاستمراريه في التدريبات، من الاستمراريه ان انا بلعب تحت ضغط الجمهور بشكل مستمر على طول، فخلاص ببقى عندي الاليه في الاداء، خلاص بقى في مخزون في المخ ان انا الجمهور ده جزء مني، رقم واحد بتاعي ده معايا، ما بقاش قلقان منه. فبالتالي مع الاستمراريه خلاص الموضوع ده بقى عادي، بقى بالنسبه لي انا كحارس مرمى الموضوع بعد بالعكس ده بيفيدني اكتر، ان بيخليني عندي الحافز ان انا ابدع اكتر. حراسه المرمى كلها ابداع وفن. يعني انا دايما كنت لما امسك في اي حته او اشتغل في اي حته اقول للحارس حط برفان وانت نازل، ظبط لبسك، اكوي هدومك بشكل كويس كده بشرح لك. ليه اقول لحضرتك ليه؟ حارس المرمى زيه زي الفنان. حضرتك طبعا فنان كبير طبعا مش هنقدر ان حارس المرمى زيه زي الفنان، طالع يقابل الجمهور في الملعب، طالع يقابل الناس، لازم أن يكون في ابهى حاله، يعني يكون شكله حلو، يكون ستايله كويس، ينزل يعمل احماء بطقم، ينزل يغير الطقم الثاني ينزل بيه، يخلي شكله يعيش المود بشكل كويس جدا. كل ده هيساعده على الابداع مع الوقت. الكلام ده كله بيساعد على الابداع. ليه؟ لما انا احس ان انا اهميتي وان انا راجل جاي اقدم حاجه مهمه جدا، فبالتالي انا ببقى حريص جدا. انا بقول لحضرتك على اللبس يعني حاجه عاديه، شوف بقى التفاصيل، انا بقول لك دي تفاصيل التفاصيل. فلما تيجي حضرتك تخش بقى الملعب يبقى التمرين بتبقى عامله ازاي؟ لما انا بقول لك يوم المباراه يعني بنبقى بنهتم بتفاصيل بسيطه، تخيل بقى حضرتك الاسبوع قبل المباراه الشغل بيبقى عامل ازاي؟ بتجيب الفرقه الثانيه بيعملوا هنا الكوره الثابته بتاعتهم ازاي؟ الشغل بتاعهم من هنا ايه؟ فبالتالي نبدا نشتغل من خلال الكلام ده ونبدا نحفظ حتى ضربات الجزاء، نبدا نحفظها مثلا رقم كذا بيحط ضربه الجزاء بنسبه 80% في الحته دي، بنبدا نشتغل على كل التفاصيل، الكوره الثابته من ناحيه الشمال لازم هو يبقى واقف فين، مين هيبقى لاعب مان، مين هيلعب منطقه، نبدا نشتغل على كل التفاصيل البسيطه دي. فدي كلها عوامل نجاح بتخلي الحارس او اللاعب ينزل زيه زي الفنان على خشبه المسرح، نازل يعرض فن بشكل كويس جدا عشان الجمهور يبقى ماشي مبسوط. صحيح، هي فن اكتر منها اي حاجه تانية، ابداع. طب كابتن ياسر رايك ايه في ميشيل يانكن برضو طبعا مدرب الحراس عندنا، وهل هو فعلا طور حراسه المرمى فكر الاداء ولا هو ماشي بوتيره طبيعيه زي النادي الاهلي ما هو متعود؟ والله انا شايفه ماشي بوتيره طبيعيه زي ما النادي الاهلي شغال، لان على مدار التاريخ دايما زي ما حضرتك قلتي من شويه ما شاء الله اسئلتك كلها في الجون. زي ما حضرتك قلتي من شويه حراس النادي الاهلي على مدار التاريخ كلهم ما شاء الله نمبر 1، حتى حراس النادي الاهلي لما بيروحوا المنتخبات دايما نمبر 1، زي حمزه علاء في المنتخب الاولمبي، محمد الشناوي المنتخب الاول، هتلاقي منتخب الناشئين كان حارس مهم النادي الاهلي، بيتم دايما الاعتماد عليهم بشكل اكبر يعني بنسبه كبيره جدا. لما تيجي تتكلمي على تشكيل المنتخب 9 لاعبين من النادي الاهلي، صح، ده العادي برضه بتاعنا. فحضرتك بتتكلمي من منطلق هو نجاح المدرب السنه دي في ايه؟ ان هو لما احتاجنا مصطفى شوبير ادى بشكل كويس جدا، صح، لما احتاجنا علي لطفي ادى بشكل كويس جدا. هو هنا بقى نجاح المدرب. نجاح المدرب في الحارس رقم 2 والحارس رقم 3. ليه؟ لان انا لما بكون محضر الحارس بشكل كويس اهم كتير جدا جدا من موضوع ان انا شوط والاوفرات، لا، اهم حاجه العنصر الذهني والتحضير والعنصر النفسي، صح. احضر الحارس بشكل كويس ان انا لما احتاجك الاقيه. كل الكلام اللي قلناه من شويه عن جاهزيه اللعيبه البدلاء ينطبق بحذافيره على حراس المرمى. أيوة. لان لو فكرنا فيها كده حارس المرمى الثالث مثلا، يعني المنطق يقول ايه؟ ان هو يعني تلاقيه قاعد حاط ايده على خده مستني بقى لما تجيله فرصه انه يبقى هو اللي بيلعب. فالحقيقه ده حصل مع كولر، يعني بالظبط اجاد برضو التعامل مع الملف ده اكيد بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى. اكيد طبعا هو المدير الفني بيبقى هو رايه الاول والاخير في الفرقه، يعني هو اللي بيقول مين يلعب مين يقعد، لكن بياخد راي مدرب الحراس طبعا اكيد، وبيبقى واثق في كلامه لان هما الاثنين برضك يعتبروا سويسريين يعني. فالفكره في كده ان انا دلوقتي كمدير فني او كمدرب حراس التحضير الذهني والبدني وان انا دايما احضر الحارس رقم 2 واحضر الحارس رقم 3 عشان لما يلعب يجيد، هو ده نجاح المدرب. يعني هو نجاح مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السنه دي ان لما مصطفى شوبير لعب كان كويس جدا، لما علي لطفي لعب كان كويس جدا، صح. فبالتالي هو هنا ياخد 10 من 10 لان كل البطولات اللي اشترك فيها النادي الاهلي حققها. تمام؟ وده
مش هيحقق الا لما يكون عنده حارس بطل، الفريق البطل لازم يكون عنده حارس بطل. الواقع ده كمان برضو يعني يستحق التوقف امامه وتامله من زاويه ان كولر بسم الله ما شاء الله يكاد يكون في زمن قياسي ما عداش ال 10 شهور مثلا، 5 بطولات، يعني اكيد ده ما اتحققش لان هو الراجل ده قرفته حلوه مع الاهلي، اكيد الموضوع مختلف. ايه سر ليها ابعاد اخرى؟ لا هو برضك مدرب كبير، يعني لما نيجي نتكلم على السي في بتاعه ما شاء الله النادي الاهلي اختار مدرب يليق بالنادي الاهلي. يعني على الصعيد الشخصي انا شايفه انه مدرب هادي رزين، بيعرف يقرا الملعب كويس، بيعرف يغير بشكل كويس جدا، بيعرف يتعامل مع الادوات بتاعته، اوضه اللبس متعامل معاه بشكل كبير جدا. اصعب حاجه في الفرق الكبيره ديت وانا اشتغلت على مستويات كبيره، اصعب حاجه اوضه اللبس، كون السيطره على اوضه اللبس واللعيبه اللي ما بتلعبش واللعيبه اللي بتلعب. فهو عمل اصعب حاجه في الدنيا ان خلى الاحتياطي زيه زي الاساسي، بقت فيه حب كمان، حتى الفرحه بتاعه الاهداف لما طبع. تيجي تشوف حضرتك الاحتياطي بيجوز برنتات على الملعب طبع. دي مش هتيجي كده، يعني في فرق كتيره جدا لما تشوف واحد بيجيب جون تحس انه واحد لوحده ما حدش بيقول له انت عامل ايه. انا عندي سؤال كابتن ياسر، هل صندل. برضو علشان انا ما اخسرش اي حارس مرمى عندي متالق، هل الافضل ان انا اخليه موجود ولا ان انا اجيب له عقد احترافي وبعدين يرجع لي تاني بمستوى يمكن افضل؟ لان برضو عدم اللعب لفترات طويله بتقلل من المستوى. انت النهارده متالقه عماله تدي اسئله عماله تدي اسئله صعبه بتصعبي المنهج شويه. بصراحه يعني بصي، هو طبعا زي ما كنت بكلم كابتن كريم شويه، هو الفئه البطله محتاجه حارس مرمى بطل، فانا ما اقدرش يعني ابقى عندي حارس واحد بس اللي هو نمبر 1 والاثنين التانيين اطلعهم او كده، لازم يبقى عندي الثلاثه على مستوى كويس جدا. بيبقى في فوق فرديه ان في رقم واحد بيبقى اقوى شويه، رقم اثنين يعني، لكن ده النادي الاهلي. انت حضرتك شفت إن لسه كابتن كريم بيقول النادي الاهلي خد النهارده كام بطوله في شهر في سنه، النادي الاهلي واخد 148 بطوله. فكل ده محتاج ادوات، الادوات بتيجي منين؟ هي اللعيبه، فبالتالي لازم يبقى عندي سلاح. لكن ممكن اعمل كالتالي، لو انا عندي واحد زي حمزه علاء طالع وعندي علي لطفي وعندي مصطفى شوبير وعندي الشناوي مكمل، فبالتالي بتبقى فرصه مصطفى وعلي لطفي اقل شويه، ده السؤال بتاعي. فبالتالي انا ممكن ادي فرصه لاكبرهم سنا. يعني ممكن ادي فرصه مثلا لعلي لطفي يحترف ويرجع مثلا، اخلي مصطفى شوبير يخش يبقى رقم اثنين وهو لما ادى كان شكله كويس جدا، وعندي حمزه علاء لما لعب مع المنتخب حاجه محترمه جدا. حمزه علاء كان في النادي الاهلي وعنده 10 سنين. مصطفى شوبير انا اللي مختاره في الاختبارات على فكره. مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان، انا لما كنت اول سنه ليا في النادي الاهلي في التدريب كان الكابتن احمد ماهر الله يرحمه، كان مستر كولين ده كان مدير فني للقطاع، فكنا في الاختبارات كده فدخل الحراس، انا اللي كان عليا الدور ابقى المشرف لان احنا بنعمل زي اللجان كده في الاختبارات، موضوع صعب جدا في النادي الاهلي. يعني حتى في اختيار اللعيبه انت بتعملي لجنه من حوالي 6 7 مدربين يقعدوا كلهم يبصوا، ولازم كلهم يمضوا على اختيار اللاعب، حتى يعني الموضوع مش سهل يعني. فلما جه مصطفى شوبير دخل، انا طبعا كنت لسه جاي جديد النادي، كنت جاي من السعوديه بمرن هناك وجاي، انا قلت لهم الولد ده كويس، ودخل بعديه كذا يعني اخترنا كام واحد كده ومنهم احمد ابن طارق سليمان. فلما جينا بعد كده بنمضي، فكابتن احمد ماهر قال لي شفت الولد ده كويس؟ قلت له الولد ده كويس قوي. قال لي طيب هو مش اسمه مصطفى شوبير على الورق؟ انت ما كنتش تعرف ما اعرفش ان هو مش اسمه على الورق مصطفى شوبير، هو اسمه مصطفى مش فاكر مين الاسم، بس ما فيش شوبير خالص يعني. فالمهم مضينا على الورق وبتاع، وبعديها باسبوع كده ولا حاجه لقيت الكابتن شوبير جاي، وطبعا انت عارف اللعيبه في قطاع الناشئين والناس بتتصور وبتهزر وبتضحك، فلقيته ماشي، قلت له ايوه اتصور مع كابتن شوبير بقى وسلمت على كابتن شوبير وبتاع، فقعدنا نضحك بقى اكتشفت ان هو ابن سعيد. على فكره انا من انصار ان ما فيش عندي ازمه، انا بشوف ده نجاح لما يبقى شخص ناجح ابنه يطلع على نفس المستوى. يعني ليه دايما بنقول ان لا لاعب كوره شاطر ما ابنه ما يبقاش لاعب؟ ليه بالعكس، هي الجينز الموجوده ممكن فعلا تخرج لي جيل ثاني زيه يعني انا مش بشوف دي حاجه غلط. ممثل ناجح ابنه يطلع ممثل زيه ناجح، ايه المشكله؟ دكتور ناجح ابنه يطلع دكتور ناجح وهكذا. المرجعيه شطاره يعني الابن بقى في الحاله دي. العبره على الشخص بقى وعلى لعبه وعلى ادائه وعلى اللي بيقدمه. وبعدين يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه، الكوره ما فيهاش واسطه،
انا بكلم هو ما فيش شغل في واسطه. لو انت في بتتكلم على استمراريه أيوة. ممكن حد يديك فرصه بس لو انت أيوة. مش شاطر مش هتكمل. برافو يعني. عليك. كان في في وقت من الاوقات لان هو هيجي يلعب هيتحط قدام هيضحك على مين الواسطه هتضحك على مين يعني. كان من كذا سنه انا فاكره كويس، كان في الصين ورجل اعمال من كبار اثرياء الصين ويملك نادي رياضي، وخلى ابنه اللي هو وزنه يعني مبالغ فيه قوي وبيلعب يعني خلاه بالاجبار بقى بيلعب اتفرج على النادي بقى النادي نادينا هستيري. والله العظيم ضحك هستيري يعني ضحك هستيري، لان فعلا المرجعيه في الاول وفي الاخر هي ايه؟ هي كفاءه الابن، هل هو يستحق الفرصه ولا لا، عشان حتى يخرس اي السنه بتتكلم عن شبهه التوريث. وفي فيها كابتن كريم دلوقتي نماذج كتير ناجحه يعني طبعًا. مع شيف اكرامي ابن كابتن اكرامي عمل شغل كويس جدا على مدار، وعمر سيد معوض عندك على مدار الاجيال كلها مثلا، مش في النادي الاهلي بس، على مستوى كل الانديه. صحيح. صحيح. على مستوى العالم. صحيح. في نجوم كتير جدا ولادهم بيلعبوا ومكسرين الدنيا، لان طبعا الكلام دوت مش بيجي عن طريق الصدفه، بيجي عن طريق تدريبات وعن طريق الشغل وعن طريق الكلام ده كله. فالموضوع مش سهل يعني، فيعني اعتقد ان الموضوع كل واحد بياخد حقه في زي ما حضرتك قلت كده في الموضوع كله، حتى في الفن حتى في الرياضه حتى في كل شيء. كل واحد اكيد بياخد احنا حق. على فكره الكسبانين في الاخر ان انت يعني جبت جيل جديد من نفس الشخص، فاللي هو ناجح بيكمل مسيرته. وبعدين بيبقى هو عنده الكواليتي وعنده المعرفه بالموضوع، الانضباط والمواعيد والصحيان والنوم، الكلام ده مهم جدا. انتماء لكيان، لانه شايف والده طول عمره رمز لكيان معين، مش مجرد لاعب فيه، ده رمز كبير. النادي الاهلي يعني مكمل في ماتشاته وكان الدوري لم يحسم بعد، فنقدر نقول ان هو الفتره الجايه هيكمل في تسجيل المزيد من الارقام القياسيه. ايوه طبعا، النادي الاهلي لسه فاضل له 3 ماتشات، حرس الحدود يوم 19، بيراميدز يوم 23، المصري يوم 26، وبعد كده عنده يوم 30/7 الداخليه في دوري 16 كاس مصر. ان شاء الله تبقى البطوله الجديده اللي تخش دي اللي هو بالنادي الاهلي، اللي هو دوري كاس مصر السنه دي باذن الله، باذن الله تبقى موجوده في دلاب النادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي النهارده بنفرح بكره بنقفل وهكذا طبعا. على طول زي ما الشيخه نهاوند قالت يعني. اه ليها قصه الصوره دي. ليها قصه، بس انا انبسطت لما جه الرابع يعني. أيوه. عارف لو زياد الثلاث. لا بس انت كنت عاوزاها ثلاثه. لا والله انا قلت ثلاثه، وهي كان على فكره الجون الرابع ده جه امتى؟ أيوه ده صح. ده قبل نهايه المباراه. محمد شريف كان ليه قول ثاني في لا هي كانت منزله على صفحتها قالت انا قلت ثلاثه. أيوه. بعد الجون الثالث. فطبعا عملت ترند طبعا. لا ده ايه ده، ناس كتير انت عرفتي ازاي انت من كنترول. قول لهم انا كنت اصلا طياره. اوقات احساس والله. نورتنا يا كابتن ياسر بجد كالعاده، قراءه ممتعه ونشوفك قريب تاني باذن الله. الله يخليك، انا سعيد اني موجود مع حضرتك. احنا اللي بنسعد بتشرف بوجود حضرتك. هو سعيد اني موجود معاكم دايما ان شاء الله. شكرا لكم جزيلا، واكيد بنشكر حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.